ऐसे जाएंगे लेकिन सर चला गया قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم أنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا رب السلام وصول الباب كلام ختم الحجر والسلام حافظ بركه القران الباب ختم الاسلام سوره ياسين القران الباب ختم الاسلام سوره المزمل سوره الملك ختم الاسلام يا الله سب هديه تحفه بارگاه رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر یا اللہ سب کو مدینہ والے سائیں یا اللہ سب شاہ حسن جمع میلاد پاک پن بارگاہ میں قبول منظور فرمانا یا اللہ سب تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ کرام محبوب سبحانہ قطب ربانی سیدنا و مرشدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخش کر تمام مسلمان مرد مسلمان عورتوں نے بالخصوص سید امین شاہدین مجھے پسند پسند سید امین شاہد تمام حاضر مجلس ایمان میں برکت یا اللہ سلمان میں ملکیت میں عزت میں اولاد میں نیک عمل میں بچڑ میں صحت میں دعا میں برکت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تعالى في شان نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب يا إياكم يا إياكم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا رسول من الله وفتحا قريب اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا مريد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك وحفظني بما حفظت بذكر مسلم بما نصرت به اسمك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادم الاسلام کو ٹھیک
محمد رسول اللہ تک تمام نبی گروہ کے ساتھ آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی اماں جمل زوجین جے بھائرن بھینن جے اولاد جے محمد رسول اللہ صاحب جے تابع تابعین آمین اور جے اللہ جے بابو سبحان عبد القادر اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اولاد باقی قبیلے کے خاندان اور سارے صاحب دپ دے دو پہنتی ہے